خصنا نعرفوا على اننا بلد من العالم الثالث. دابا الناس تتسمع 300 مليون 400 كيقول لكم بنينا بها السبيطار. غنشرح لك. عافاك اخي هشام، بغيتك تكون معايا صريح في هذه الفقره هذه. ورا من الاول وانا معك صريح. ايوا لكن شوف كنقول لك صريح يا زعما، شوف الا كان غيخلي لك شي بروبليم قول لي اخي سليم، غادي يخلي لي هاد الشيء هذا بروبليم ما بغيتش نهضر عليه. لا لا داكو، بغي اخي نهضر على شي شويه على الوضع ديال السينما في المغرب. انت هي ما حدك سنين اكثر من 20 عام تي خدام فيه، كيبان لك الوضع ديال السينما في المغرب وعندك تقول لي مخير؟ علاش نقول لك مخير؟ اه راه مخير. نقول لك علاش، غنشرح لك علاش. غنسولك واحد السؤال، حيت قبل انت ما طرح السؤال خص يكون عندك معطيات. الفرق ما بيني وبينك هو انني عندي معطيات. شحال دابا السينما المغربيه شحال عندها في العمر ديالها؟ نقولوا 35 عام. 50 عام نفس القرن. 50 عام راه والو، راه مصريين هادشي اللي وصلوا له راه قرن والزيادة ديال السينما. راه كان في 1912 كانوا عندهم كيصوروا افلام هما. السينما الإيطالية عندها قرن وزيادة. كاع السينما اللي كتعرفها رائدة كان عندها وقت كبير. دابا حنا الآن راه ملي كنقولوا 50 عام ديال السينما، لأنه شكون اللي بدا السينما في المغرب؟ هو محمد عصفور. أول واحد شاف فيلم مشى تقاتل ودار في أفلام، مي ما كانش كيدير أفلام بالمفهوم ديالها، كان كيصور لقطات وكيمونطيها وكنشوفوا أفلام بحال ديال شارلي شامبلم، ولكن حسبناها على أنها تجارب. ما كانتش أفلام حقيقية حتى جا حلق درب الفقراء وجاوا أفلام اللي هي متكاملة فيها جميع مواصفات الفيلم من سيناريو إخراج ومونتاج وموسيقى وتمثيل. عاد نقولوا إذا كانت فترات متقطعة، ما كانش عندنا استمرارية، ربما وكانوا أعمال قلالين. كان في العامين 3 سنين عاد كنديروا فيلم. وفوقاش يمكن لينا نقولوا السينما مزيانه من يكون عندنا الكم، يكون عندنا 30 40 فيلم نقدروا نقولوا جوج مزيانين. اوكي اخي هشام، اه دابا انت مشيتي لي عطيتيني كتعطيني التاريخ ديال السينما. لا 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 غنكمل لك في التاريخ ديال السينما. لا غنكمل لك حيت شنو هو المعطيات. نقول لك بالنسبه لهادشي اللي فيه حنا دابا، التموقع ديالنا ولا الموقع ديالنا في خريطه السينما الافريقيه والعربيه، ما نقررش راسي بالسينما العالميه. عندنا افلام كنلقاو راسنا اننا في العالم العربي ولا في افريقيا حنا الثالثين ولا الرابعين، وحنا يلاه بدينا. كانت واحد الاستراتيجيه اللي هي هذه واحد 20 عام في المركز السينما المغربي، كان واحد الانتاج، الدوله كتدعم الانتاج والمنتوج المغربي، كانوا مخرجين اللي مشاو على برا وجابوا التجارب ديالهم وبداو كيستغلوها، تحلوا معاهد السينما، تخلق واحد جيد، كانت واحد لينيرجي، واحد الحركيه اللي كانت لصالح السينما المغربيه. ولينا لحد الان كنديروا حتى ال 25 فيلم في السنه. غير هي هشام اسمح لي هاد المعطيات اللي كتعطيني زوينين، مي انا كنهضر ليك هي 25 فيلم. لكن من دوك 25 ديال الفيلم حنايا اوطون كجمهور شنو كيبان لينا في دوك الافلام؟ حتى ملي كتعرضوا في السينما كتعرضوا 3-4 سيمان في شي 20 سينما. عندنا 20 سينما في المغرب. دابا عندنا واش عندنا 20 سينما في المغرب؟ عندنا 40 سينما صالحه للعرض، 40 سينما مزيانه صالحه للعرض. انا اخي هشام شحال مره كنمشي للسينما كيبان لي الاضاءه هابطه بزاف، حتى الفيلم ما كنشوفوش كاع مزيان. الثمن اللي كنخلصوا باش نتفرجوا في هذاك الفيلم ما يستحقش، حيت انا وقيلا قميم قليل فين فريمون كنتمتع بشي فيلم. ما كندخل شي فيلم كما قلت غير واحد المنتوج اللي هو محطوط، ماشي زعما كنعيش كاع دا معاهم. ما كيعجبنيش كاعك واش ندير داك المقارنه، ولكن ملي كتشوف شي مسلسل ولا فيلم امريكي ولا نابورت كوا مع فيلم مغربي كيبان لك تقريبا نفس الفيلم كيتعاود، نفس القصه تقريبا، نفس لي بيرسوناج. واخ انا غنجاوبك. دابا كتلقى الواحد كيقول لك السينما المغربيه عيانه، السينما المغربي. كتسولو شنو اخر مره مشيتي للسينما؟ وهذا هو السؤال اللي غنطرح لك. اخر مره دخلتي للسينما شتي فيلم مغربي؟ هذه واحد العام ونص. وراه كاع السينمات راه كاين 20 حتى 25 فيلم مغربي. راه كاع شنو هو اخر فيلم مغربي شتيه؟ اخر فيلم في السينما بيرن اوت ديال نور الدين الخماري. واش شتي غير نور الدين الخماري؟
ما شتيش التجارب وحدين اخرين باش تحكم عليها. وكيفاش كنحكموا على ان السينما المغربيه النيفو ديالها؟ وغير السنه اللي ماضيه فاش كنا في فيستيفال طنجه 25 فيلم مغربي اللي كان، والسنه اللي قبلها 21 فيلم. ولي شي فيلم فيهم دار الضجه ولا تشاف بزاف؟ لا لا شنو راه هي راه كيداروا الافلام راه ما يمكنش ولكن راه ما كيبانوش وما كي ما كياخذوش كاع داك ريكوغنيشن. شوف ما يمكنناش نقولوا راه كاين ضجه، ما يمكنش نقولوا كاين ضجه وكاين عزوف ديال الناس، ما يمكنش نقولوا كاين ضجه وكاين تقليل من قيمه ديال الفنان والفن في المغرب، حيت حنا عندنا هذه عقده ديال الاخر. اولا مين كنهضروا على 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 هذا المشكله، حيت هي منظومه كنهضروا واحد البلانيت واحد اخر، راه امريكان راه ما وصلوا ليها لا في ثقافتها لا في سياستها لا في الاعلام ديالها لا في الرياضه ديالها لا في الاقتصاد ديالها لا في التسلح ديالها لا في ما يمكن ليناش. حنا شنو ناقصنا؟ حيت حنا ناقصنا نعرفوا على اننا بلد من العالم الثالث، بلد اللي ما عندوش موارد، بلد اللي ما تغادي في طريق النمو. شوف راه السينما ديالنا بحال الرياضه ديالنا، في التاريخ ديال الرياضه شحال مره خدينا كاس افريقيا؟ مره واحده في السبعينات. شحال مرة أحسن إنجاز درناه في كأس العالم هو دزنا للدور الثاني في 86 في المكسيك. شنو الإنجازات ديالنا؟ كان عندنا إنجازات فردية ديال أشخاص، سعيد عويطة، هشام القروش، نوال المتكير، هاد الأبطال مي كانت فردية، ما عندناش حيت حنا ما كنعرفوش نخدموا جماعة. شتي كاع الإنجازات اللي تعرضنا فيها في العالم والميداليات اللي خدينا ديال أشخاص ماشي ديال الجماعة. فين المشكل؟ في الجماعة. هذا اللي يمكن نتناقش معايا، حيت باش نهضر على الفيلم ها هو تصيب الفيلم، شكون اللي غيسوقه؟ راه هي منظومه اخي هشام. عندك واحد الدرايه كيفاش الفيلم ملي كيتعرض البوست برودكشن، الفيلم ملي كيبغي يتعرض كيفاش كتفهموا، كيفاش كتلقاو كتفهموا مع لي سينما اللي غادي يتعرضوا فيهم؟ شحال لي بورسونتاج اللي كياخذوا هذا المنتج وداك اللي كيسوق هو قبل والسينما تمام. انا نقول لك واحد الحاجه، نقول لك واحد الحاجه وانت قول لي واش كاينه ولا لا. ما عمر شي فيلم مغربي ما دخل الارباح، حيت كيتحط واحد البيدجي ما عمره ما تعرض في السينما وجاب هذا الربح. كاينه ولا لا؟ لا كاين استثناءات، كاين طريق الى كابول جلس لمده 3 سنين ودخل دونك كاين دي زيكسيبسيون وما تنساش محسوبين دابا بالصباع محسوب، حيت هي على شطاره المنتج، حيت ما نساوش على ان راه الفيلم راه ما يمكنلوش راه ماشي ما يمكنناش نربحوا فيه غير في لي صال. للاسف في امريكان راه الاسبوع الاول كيدخل العشره الى الدار ب 100 مليون دولار الويكاند كيدخل علاش فين كيدخلها؟ في لي صال السينما. حنا لي صال السينما ما كيمشيوش لهم الناس ما تمشيش السينما، ما تمشيش واش نسولك شحال مره في حياتك مشيت للمعرض ديال الرسم لي طابلو؟ قيل مني كنت صغير. يعني الفن ما عندناش اولويه، ما كتيرنيش زعما شي حاجه فريمون اللي غادي تخليني باش نكونسكري لها شي وقت باش ناز الطوموبيل باش نمشي ندري صحابي نمشي نشوفو. دابا المشكله راه المشكله دابا نقول لك واحد الحاجه، واش دابا هذا الكاس هذا بغيت نشرب واش غيجي عندي ويشربني هو؟ راه خصني ندير واحد المجهود ونهز. مي لا هذا الماء هذا ما كيبان ليا عاكر، كيبان ليا دف واحد اللون شي شويه دف في الطباعي فيه موسخ شي شويه. امشي عنده رابع خطرات راه حنا خصنا نديرو بحال هكا ونديرو بحال هكا ونديرو بحال هكا والله حتى غايب لنا رابع خطرات ما كيكونش الماء في الرؤيه ديالنا لذاك الماء، حيت مادام حطينا في هذا الكاس هنا الا باش نشربوه، إلا كان عاكر ما كناش غنحطوه هنا. إذا الرؤية ديالنا الأشياء خصها تبدل. ثاني واحد الحاجة هو التقليل والدنيا اللي كنعطيو للمنتوج المغربي راه بصفة عامة، غادي نمشي نلقى واحد الكاشة جاية من إسبانيا وكاشة مصيبة في المغرب، والله حتى غتمشي تشري ديال إسبانيا. حيت حيت العيد من بعده رجع لي فك على اللوجيستيك. اللوجيستيك ما خرجش منين. دابا كاين مركز سينمائي المغربي. مركز السينمائي المغربي كيفتح طلبات العروض، أنت كتعطي سيناريو وكاين واحد اللجنة كتقراه. وداك اللجنه كدير التقييم ديال شحال غيتقام داك الفيلم، وانت كمنتج كتقبل وكتاخذ داك الفلوس وكتقلب على موارد اخرى كتصيب الفيلم وكيولي عندك انت كمنتج. اولا كتصيب تحطه في القاعات السينمائيه. في طبيعه الحال ملي كتكون كتصور الفيلم كمنتج كتقدر تجيب دي سبونسور اللي يمكن يعاونوك في الفيلم، يمكن اللي يعاونوك ماديا. كيعاونوا سبونسور في المغرب ولا شويه؟ قليل. الا ما عندكش علاقات، مثلا انا جيت عندك وما معروفش، جيت لعندك مثلا واحد الشركه اكس وقلت لك عاونني، انت ما تستقبلنيش كاع. ولكن الا عندي علاقه مع حتى شخص الفلوس
سي سا غتخسر الفلوس ماشي زعما حيت ما عندي حيت هذه الفكره عندك حيت انت لا جيتي انت تانفيستي والاخر انفيستي والاخر انفيستي غتكون واحد الحركيه وما عمرك غتخسر الفلوس علاش حيت فينالمون المنتوج ديالك حيت انت كشركه راه كتخلص الفلوس باش دير الاشهار للشركه ديالك ياك وهذاك العمل كيدوز في السينما وكيدوز في رابع الخطرات كتخلص الفلوس شحال باش دير لي بانو باش لي ديز في الطوموبيل يشوف اسم الشركه ديالك ورا الاسم الشركه ديالك غيطلع في الجينيريك ديال الفيلم اللي غتشوف في لي صال السينما وممكن يتبع لا تيليفزيون والمشاهدين قاسم في دارهم يشوفوا الاسم ديال الشركه ديالك وتكون انت تحت انت هو رابح وانت رابح ها انت الاسم ديالك رابح نكملوا العمليه من بعد هذيك العمليه كيولي عنده المنتج كيشد الفيلم وكيفرقوا في لي صال ديال السينما كاين واحد السيد سميتو المنتج اللي كيتبنى الفيلم وكيمشي يفرقوا في لي صال السينما رجعوا للمركز السينمائي المركز السينمائي يعطيك الدعم على ذاك الفيلم خصو يرد الفلوس ديالو منين كياخذ يرد الفلوس ديالو من المداخل ديال الفيلم اذا الفيلم كيتحط في لاصال لاصال القاعه كتاخذ نسبه من كبيرة. المداخل النسبه الكبيره موراها كاين كيمشي واحد النسبه للمركز السينمائي المغربي ذاك التيكيت مثلا كنقطعوا ب 50 درهم كنقولوا مثلا 400 20 درهم كتاخذها لاصال مول لاصال 15 درهم كياخذ كتاخذها كياخذها المركز السينمائي وكتبقى داك كتبقى داك بالمسوق والمنتج فوالا كاين فيها المنتج داك الموزع والمنتج كيفاش دا كامل كيتعرض الفيلم 2 3 سيمين في واحد الوضعيات اللي انايا بعدا انا حيتاش مشيت انا شفت انا بيرسونيلمون ما عجبنيش متفق معك شوف هي اراده ديال الدوله واراده ديال شنو بغينا نديرو من السينما ديالنا شنو التناقض اللي كنت كنتمنى السؤال اللي طرح عليا وصلنا ل 25 فيلم ودابا كاين ما عندناش لي صال فينا نعرضوا داك الفيلم لوقيت اللي كنا كنصايبوا فيلم في فيلم كل سنتين وفيلم السنه كانوا عندنا 300 قاعه سينما في المغرب فيلم هادشي كيف صح كانت عندنا 300 قاعه سينما في المغرب غير في حي العكاري كانوا سبعه كان سينما العنبره وسينما المنصور وسينما الصحراء وسينما فيروز كان غير في حي عكاري واحد كل حي كانت فيه سينما شنو وقع السينما ما بقاش الناس من دخل هذا الشيء من دخل العولمه ودخل الانترنت ودخل هاد الحوايج اللي دخلوا جدادين الناس ما بقاش كتمشي السينما والسينما ما بقاش مربحه ولا موالي اللي صاد السينما كيديروا فايت وكيبيعوا السينمات ديالهم وكطيح سينما وكتطلع بمكحل ديال عماره ولا قصاريه كتقول اللهم ندخل من القصاريه ومن الحوانت ولا ان السينما تبقى هكا وكاين سينمات اللي رابوا حتى اخي هشام واخا حنا هضرنا ديالنا في السينما ما نهضروش كاع انا بيرسونيلمون كي لا الدري صحابي لا بزاف ديال الاراء اللي كاينين كيكونوا في الانترنيت ولا نابورت اللي كنسولو كيبقى يقول لك لا في السينما لا في التلفازه ما كاينينش كاع هذا الشيء دي بروجي اللي فريمون هذا كيحمروا الوجه ابار اللي اغلب ديال الجمهور اللي عجبو وتقبلو واللي باقي حتى دابا مزيان هو الكبور الشعيبيه ودابا نقول لك واحد الحاجه دابا انا عندي مطيشه والبيض وطلبتي مني واحد الاكله واش غنخرج لك منها البسطيله الفرويد مي راه امبوسيبل راه مطيشه والبيض انا اللي نقدر ندير لك انا ندير لك مطيشه والبيض وتكون بنينه اذا اردت ان تطاع مطلوب المستطاع عندي مطيشه والبيض غنديرها لك غنطيبها زوينه ونديرها في بلا زوين وغندير لها واحد الزواق مزيان وغنعطيها لك بواحد الطريقه مزيانه وانت كطلب مني البسطيله راه ما يمكنش راه ملي كنهضروا على السينما الامريكيه ولا الفرنسيه ولا الايطاليه ولا السينما الرائده راه جوليا روبيت كتاخذ 25 مليون دولار 25 مليون دولار فيلم غير لا بغيتي تعطيها تقرا سيناريو كتخلصها ب 2 مليون دولار عندها شركه اللي كتعامل راه بطله وحده راه 25 مليون دولار 25 مليار سنتيم حنا فيلم مغربي كيتقام 300 400 شتي نقول لك البيدجي ديال الماكله ديال النهار في فيلم اجنبي هو البيدجي ديال فيلم مغربي كله مزيان عطيتي هاد المقارنه ديال الحاله حتى شحال من واحد كيبقى يسمع 300 400 مليون واو راه 300 400 مليون طلع الجينيريك كتلقى 300 الناس واكلين فيها واقل ديال الناس عاد كتكري هاد الفيلات كتحبس هاد الطرقان دابا الناس تتسمع 300 مليون 400 كيقول لك بنينا بها سبيطار غنشرح لك ملي كيكون فيلم مغربي انا نعطيك الحركيه اللي كتكون اول حاجه كنشغلوا واحد 100 حتى 120 ديال لي تكنيسيان ديال الناس وكل تكنيسيان معيش موراه انا نهضر لك على تكنيسيان كل تكنيسيان معيش معاه عائله يا اما باه امه وخوته يا اما مجوج عنده ولاد يعني كنهضروا على 100 اسره كيتخلصوا من داك الفيلم واخا الحركيه اللي كتكون ان في هذاك الفيلم كيكون كيتصور
كيخصنا نكريو اوتيل اللي يسكنوا فيه الممثلين. احنا درنا واحد الحركيه في واحد لوتيل وداك لوتيل كنشتغلوا فيه المطبخ الفطور والغداء والعشاء. شو هذاك لوتيل الحركي اللي درنا فيه واخا مين كنكونوا كنصوروا نحتاجوا الطوموبيلات راه كنمشيو لعند هذاك اللي كيكري الطوموبيلات احنا جبنا له واحد الفنان فين غادي يبات الفنان في غيبات المازوط الديور صحابك الناس كيسحبهم كنجيو راه كنكريو الديور بلا داك الشيء داك الكوستيم اللي راه كيتشرى ها انت مول الحوايج حتى هو دور الفلوس راه واحد 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 العدد ديال الاسر كتعيش بداك 400 ولا 500 مليون والاكثر من ذلك ان الدوله ما كتضيعش لان العمليه اللي كنهضروا عليها اللي ما كملتهاش من بعد الفيلم ما كيدوز في صالات السينما وكيدخل كتاخذ الدوله فلوسها وهذا من بعد الفيلم راه كيدوز في التلفازه كتشري التلفازه ومي كيدوز في التلفازه التلفازه كتجيب مستشهرين يعني داك 400 مليون جابت فلوسها وبالربح.